اذكر أسماء لمرطبات ومثلجات متعارفة عند العراقيين. الفقمة. أشياء يضعها الرجل حول عنقه للتزيين. قباط. جهاز كهربائي يستخدم للتنظيف. مكنسة كهربائية. شيء لا نأكله من الذبيحة. الطحال. شيء تفعله في كي تتأمل. شيء تفعله كي تتأمل. أسمع أغاني موسيقى. موسيقى. شكرا. شكرا. وانتهى الوقت بعد ما أخذنا السؤال الخامس الأخير. خلي نشوف النقاط إيش قد جابت لك. خمس أسئلة سألتلك إياها ونشوف إجاباتك إيش قد جابت لك نقاط. يا الله. قول يا الله. يا الله. أدهم أول سؤال سألتلك إياه قلت لك أذكر أسماء لمرطبات ومثلجات متعارفة عند العراقيين فقلت الفقمة. الفقمة. الفقمة محل مثلجات مو أسماء لمرطبات. لو قايل آيس كريم دون درمة موطة أسماء لمرطبات مو لمحلات. فهمت النوع ومثلجات متعارفة مو فهمت دون درمة وهي الشعرية مو أي. أزبري مو ما فهمت السؤال. هو لعد شنو هو المشكلة بالمضمون منطوق السؤال هو المهم. السؤال الثاني أشياء يضعها الرجل حول عنقه للتزيين قلت الرباط. الرباط. والرباط جاب لك 30 نقطة. طبعا أنا خال رباط حتى زين بي خبر. السؤال الثالث قدامك. السؤال الثالث جهاز كهربائي يستخدم للتنظيف قلت مكنسة. مكنسة كهربائية. مكنسة كهربائية. والمكنسة 25 نقطة. السؤال الرابع شيء لا نأكله من الذبيحة قلت الطحال. والطحال 3 نقاط. أكو ناس تأكل الطحال مثل ما يعني أعرفه الجلد أو الصوف ما ينأكل الأسنان ما تنأكل القرن ما ينأكل حسبت على كل أي الخروف كل شيء ينأكل بي ألا ذني الأسنان والقرون والجلد ماله. السؤال الخامس شيء تفعله كي تتأمل قلت استماع إلى موسيقى. سماع إلى موسيقى. الاستماع إلى موسيقى حلو 29 نقطة. جيد 87 نقطة يعني باقي إلى مصطفى 313.